رايحين على ضيعة الجرين بيقولوا لها قرية الأشباح. هيدي قرية الأشباح والحجارة بتحكي. بس كنا صغار كنا نعذب أمي، بس بدها كانت تخوفنا كانت بتقلنا بدي أخدكن على الجرين. ده عدد سكانها؟ طول بالك هلأ رح تشوف. يا حي بينت هونيك على التلة. إذا ملاحظ ما بتوصل الطريق لبجرين. مرقنا هلأ حد مدافن محفورة بالأرض، وهلأ كمان هون في مدفنان ورا الكنيسة. هيدي اللي وراي هي ضيعة بجرين، بيقولوا لها قرية الأشباح لأنه سكانها هجروها من أكتر من 100 سنة وما حدا رجع بعد. ما فيها سكان هلأ، مهجورة كلياً. هيدي هي قرية الأشباح. بكل بلدان العالم عبر التاريخ كل ضيعة أو كل قرية بيهجوها أهلها بيسموها قرية الأشباح. بجرين مثل ما أنا بعرف يعني وعندي معلومات إنه تابع على الشيخ أسد راجي نعمة، هو كانت لقاله الضيعة معدد ضيع يعني كان يستفيد منها يزرع قمح كتير، كان يطعم منطقة جبال تقريبا فيها، كان عنده حارة بغرفين، عنده حارة لقاله كان يقف على البلكون وشوف بجرين وشوف الشغيلة عم تشتغل تيراقب كل شيء. في خبرية مثل ما أنا بسمع كمان كان يشتغل عنده ناس من حصارات، حصارات يعني بتبعد شوي عن بجرين مش كتير شيء، 5-6 دقايق بالعربية فوقنا. كان ما يشتغل يعرف يخبروه، كان حاطط مثل مخابرات على الشغيلة، ما يشتغل يدفنه طيب، يبحش بأرضه مثل ما أنه عطوله يدفنه طيب. بما أنه هذا الشخص الديكتاتور اللي كان يدفنه الطيبين لهون الناس ترسخت بعقول العالم أنه هيدا هون هيدي قرية الأشباح، وبيخبروا أنه كان في راعي بس يقطع بهالضيعة يسمع أصوات يتلعبج يخاف ينقذ يركض على غير ضيعة ويقولن يا عمي دخيلكن بهالضيعة في مثل أصوات غريبة، في إشياء بترعب يعني مثل رعب يعني. كل الكبار بهالضيعة اللي مجاورين حوالها بجرين بيخبروا هالخبار. بجرين هي ضيعة مارونية صغيرة بتوقع بقضاء جبال، أهلها عاشوا بسلام لميات السنين، كانوا يعتاشوا من زراعة الحبوب وزراعة التبغ الدخان يعني وإنتاج الحرير. إذا بتلاحظ في كنيسة على راس التلة، هيدي كنيسة مارلياس وبعدها موجودة لهلأ. نحن هلأ وصلنا على بيدر قمح، كانوا يدرسوا عليه القمح من زمان أهالي بجرين، وفي حده بعد السهول اللي بتنزرع لهلأ بالقمح. نحن وماشيين فينا نلاحظ على الأرض رح نلاقي شقف من الفخار مكسرة. هذا الفخار كانوا يستعملوه أهالي بجرين قبل ما يهاجروا يعني من أكتر من 100 سنة. كانوا يحطوا العنب هون بهذا الجرن ويدعسوه وينزل عصير بالجرن الثاني يلي موجود تحت. لأنه بجرين بتوقع على تلة وما فيها ولا نبعة ماي، الأهالي هون حفروا بيارة بالأرض أو خزانات. هيدا خزان معمول فوق الأرض بعده الكلس موجود يلي كانوا يطينوا فيه الحيط كرمال ما يروح ماي، كرمال يخزن ماي. وهيدي فتحة الخزان يلي كانوا يسحبوا منها الماي. الكلس يلي كانوا حاطينه على حيطان البير لما يروح ماي بعده أثاره موجود لهلا، بعده موجود. وإذا بتلاحظ بعد في شجر خروب بعده لهلا عايش، بعده ما مات، والخروب كان من أهم مصادر السكر لهالضيعة. لاحظنا أنه كل السقوف يلي موجودة ببجرين يلي مسطحة كلها هبطت بالأرض، ما بقي لنا ولا سقف، لأنه سقف المسطح نعرف أنه بده صيانة كتير وبده حدل بس شت الدنيا. بس السقوف المعمولة بطريقة العقد أو الأنطرة بعدها مضاينة وما هبطت. بالحرب العالمية الأولى سنة 1914 كل شيء تغير بضيعة بجرين. كانوا الأهالي بسبب المجاعة والحصار والصعوبات الكبيرة يلي شكلتها الحرب العالمية الأولى على السكان كانوا قدام خيارين، أما يبقوا وفي خطر يموتوا أو يهاجروا، فقرر السكان أنهم يهاجروا. بتقول الروايات أنهم اجتمعوا بساحة الكنيسة كنيسة مارلياس من عشية وقرروا تاني نهار أنه يهاجروا. تاني نهار الفجر
بيقفلوا بواب بيوتهم وبياخذوا المفاتيح معهم على امل انه يرجعوا بيوم من الايام على بيوتهم. ركبوا بالسفينه وهاجروا، ومن وقتها ما عاد حدا عرف شيء عنهم، والارجح انه غرقت السفينه فيهم، وفي ناس بيقولوا انه وصلوا على البرازيل. ما بنعرف قد عدد السكان كان. صحيح بيقولوا لها قريه الاشباح، بس الحجار هي بتحكي. صحيح انه بيقولوا لها لبجرين قريه الاشباح، ولكن هي ضايعه نموذجيه مثل كل ضياع لبنان، منطقه حلوه شرحه، واليوم بوقتنا الحالي عم بيزور بجرين كتير سواح.